الشعري مبكرا ثم متأخر دخلت في عالم الرواية. كتبت في تقريبا في معظم المجالات الثقافية، من قصة قصيرة ومسرحية ودارجة ودراما إذاعية وتلفزية وقصص الأطفال وخواطر ودراسات. يسرني أن أكون مدعوا للقاء في بيت الرواية في مدينة الثقافة يوم 15 مارس، وكما يقال فإن الروائيين آخر جدات العصر، فنحن نواصل الحكاية بعد الحكاية لنروي للتاريخ وللزمن ما يدور حولنا من أحداث ووقائع. نرجو أن تكون مادة طيبة للأجيال القادمة والحاضرة أيضاً.